دورت عليه في كل حته ما لقيتوش. انا مش عارف راح فين. انت عمال تهري وتنكد في نفسك من غير لازمه. واخويا سعيد ما يتخافش عليه. يا ولية اخوك جايب وانت ولا على بالك. انا عارف انت جايبه هدواني البلده منين؟ من الايام والليالي السودا اللي عدت على الواحد ما عادتش تفرق طولها زي عرضها. كلامك ده بيخوفني يا ام عبده. حاسس انك ممكن تبيعيني في ثانيه. انا ساعات بسال نفسي انا ليه ما هجتش من بدري؟ ايه اللي عجبني في عيشتي معاك؟ مش عارف، يمكن قلبك الطيب، يمكن خايفه من اللي ممكن الاقيه لو هجيت. يلا عيشة والسلام. كلامك يزعل يا ام عبده. عايزه تهجي وتسيبيني؟ متزعلش. ولا انت شفتني هجيت يعني يا اسماعيل؟ اعوذ بالله يا اخويا. ما انا قاعده قدامك اهو، هروح فين؟ اهو كلمتين بفك بيهم عن قلبي. يعني فكرك سعيد يكون هج ومش راجع تاني؟ الله لو عمل كده يبقى بيفهم، وانا في حاجه يتبكي عليها بلا هم. السيدة الحكومة جات ومفتح لهم يا اخويا. فين سعيد البرنس؟ اطبعه كنت شفته يا باشا. انت هتهزري معايا ولا انت ولا ايه؟ مؤاخذة يا باشا ما تقصدش، هي بس الباب كل شوية يخبط والحكومة داخلة. خشوا شوفوه جوه. أمّا أمّا بالراحة يا اخويا، فزعت العيال. ما لقيناش حاجة يا باشا. انت اخته؟ اه. هاتوها. لا مؤاخذة يا باشا مش هينفع، في ايديها تلات عيال. أنا جاي معاكم. وادي عبد الله. أنا إسماعيل يا عواطف. الحمد لله على السلامة، نورت بيتك يا أخويا، يا ألف نهار أبيض. يلا تعالى خش جوه كده، افرد جسمك، أنا مسخن لك شوية مية وأجيب لك غيار عشان تستحمى، يلا تعالى. استني، هو البيت ده بيتنا ولا أنا اليومين اللي غبتهم غيروه؟ لا هو بيتنا، بس الأكيد إن أنت مش عواطف. ليه بس يا أبو السباع؟ الله. هو غيابك خلاك تنسى مراتك ولا ايه؟ صدقي انا كنت جاي هلكان من التعب، بس كل التعب طار لما قابلتيني المقابله دي. امال ايه؟ مش غايب عني بقالك يومين؟ لو ايه؟ كنت محبوس بدالي. طب بذمتك عاوزني اقابلك ازاي بعد ده كله؟ كل ده عشان قلت لهم خدوني بدالها؟ عشان فادتني بروحك. ربنا يخليك ليا. هما سابوك ليه؟ احنا لحقنا. يعني انت ما كنتيش عايزاهم يسيبوني؟ لا يا اخويا يقطعني، والله ما اقصد، انا بس يعني كنت عايزه اطمن على الولا سعيد، عايز اعرف هما لقوه ومسكوه عشان كده سابوك انت؟ لا هما يأسوا بقى من انهم يعتروا عليه. بس الحكايه لبشت، رامي رافع قضيه بشيك تاني وتحددت جلسه لسرقه العربيه. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، ملناش فيه، المهم ان انت رجعت بالسلامه. أقوم بسخن لك المية ولا بعد شوي؟